إذن يبدو أن سيادة الأمان خرجت، وكما تلاحظون المنافسة منذ اللفة الأولى بين سعيد المولي ورائد أبو زنادة. سعيد المولي بطل سباق 1500 الموسم الماضي الذي أحرز بطولة 1500، والآن ورائد أبو زنادة الذي دخل منافسة معه في هذه الفئة. إذن رائد أبو زنادة حتى الآن في المركز، استطاع أن يتجاوز بالفعل مدحت شيخ الأرض، استطاع أن يتجاوز رائد أبو زنادة، والصراع دخل الآن بين رائد أبو زنادة وسعيد النوري الذين تبقى. مهندس رائد، في البداية نبارك لكم حصولكم على المركز الثاني، ونبارك لكم أيضا نجاح هذا السباق. الحمد لله على كل حال، أشكر الله سبحانه وتعالى، أقسم لك بالله طول فترة السباق وأنا أدعي الله سبحانه وتعالى أنه يتمم الخير والعافية والسلامة على كل اللي متسابقين. يعني بالنسبة لي سباقي أكثر من مرضي، بداية الموسم لسه البطولة طويلة جدا، يعني كوني أمسك السباق من أول إلى الثلثين الأولى من السباق غلطة صغيرة جدا، بس هذه رياضة السيارات، كان لازم أقفل الباب من اليمين، خليت الباب مفتوح، غلطتي أنا. دخل مدحت كان لسه ما زال عندي فرصة، لكن ما أراد الله الكابتن سعيد يعني كان يمكن شوية متحمس، اوفر بريكت او تجاوز منطقة الكبح، اصطدم في سيارتي، لكن الله سبحانه وتعالى سلم، بحيث اني اذا لما افتريت قدرت باني ارجع السيارة مرة ثانية الى مكانها من غير ما اخسر مركزي. طبعا كل الشكر لزميلي في الفريق كابتن بندر علي رضا اللي ساندني وحماني لما صار الالتفافة في السيارة، لو ما الله سبحانه وتعالى ثم بندر قفل على اللي ورا بالكامل بحيث انه ما حد يقدر يجيني وتجاوزني كان يمكن السباق تغيرت بالكامل. أنا سعيد جدا بالمركز الثاني، أعتقد أنه هذه أفضل وأقوى بداية لنا كفريق الصقور السعودية. نوعد كل الجمهور أن نحط كل اللي عندنا وكل الإمكانيات اللي موجودة بحيث أن البطولة بإذن الله تجي للصقور السعودية وما تطلع من عندها، سواء في المملكة أو في بطولة الشرق الأوسط. مهندس رائد، بداية نقول لك الحمد لله على السلام على هذا الاصطدام، والشيء الثاني أنت كمدير عام الحلبة ما يهم هو نجاح السباق، يعني في بالك أنت أكثر من حصولك على المركز الأول بالتأكيد. اللي لازم نفهمه إذا كان في سباق حلبة الريم بالكامل تتسلم للاتحاد العربي السعودي للسيارات، أنا مدير حلبة الريم فقط في الأيام اللي ما فيها سباقات، أيام السباقات الحلبة تتسلم كاملة لمشكورين للاتحاد العربي السعودي، هم المدراء بالكامل، هم الآن اللي يدور السباق، أنا ما أقدر أكون لي أي شيء اليوم، أنا مجرد واحد من المتسابقين، بطبيعة الحال يهمني كوني أحد منسوبين، أنا أكره كلمة المدير العام، أنا خادم، أنا أحد الزملاء، أنا المارشلز، أنا كل اللي يشتغلوا في حلبة الريم أخواني وأنا واحد منهم، ما أعتقد في شيء يميزني، أبارك لهم اليوم لأن أنا ما اشتغلت، هم اللي اشتغلوا، أبارك لهم على هالتنظيم الرائع، أبارك لهم على نجاح أول مناسبة في المملكة العربية السعودية، وما زلنا نقول لكل دول الشرق الأوسط وبالذات الدول اللي عندها الحلبات، الحمد لله المملكة العربية السعودية الرياضة فيها قوية، الرياضة فيها مدعومة بوجود سمو سيدي الأمير سلطان بن فهد، سمو نائب الأمير نواف بن فيصل. وطبعا يهمني في النهاية أني أتوجه بالشكر الكبير جدا لفريقي اللي أعطاني الفرصة ودربني وجاب لي أحسن الناس، فريق الصقور السعودية. يهمني أتوجه بالشكر لكل الرعاة، سواء شركة سي بي سي أو مي ميجا أو كل اللي ساهموا في أنهم يدعموا الصقور السعودية، وأتمنى أن احنا ما نخيب أملهم. شكرا لكم. مهندس رائد، شاكر لك هذه الفرصة والتوفيق بإذن الله في المواسم القادمة. الله يحفظك، شكرا لكم، أنتم القناة الرياضية أبطال ونجوم دائما. شكرا. تتويج أبطال فئة 1500 راديكال السعودية السباق الأقوى. المركز الأول مدحت شيخ الأرض، بالفعل كان سباق رائع جدا لمدحت. والمركز الثاني للبطل الدائم رائد أبو زنادة من فريق فالكون السعودية، رائد أبو زنادة الذي كاد أن يفعله يحقق المركز الأول، ولكن المفاجأة باللحظات الأخيرة. والمركز الثالث اللبناني دومت ودومت مدحت شيخ الأرض صاحب المركز الأول إلى منصات التتويج، ورائد أبو زنادة المركز الثاني، ودومت بودومت أيضا من فريق جي آر راي أو
البطل اللبناني الذي فاز الموسم الماضي. تتويج الأبطال أيضا الكابتن جو يشارك في تتويج البطل مدحت شيخ الأرض في مركز الأول لفئة 1500 راديكال السعودية مدحت شيخ الأرض. المركز الثاني رائد أبوزنادة فالكون السعودية رائد. والمركز الثالث لدومت بودومت الموهوب المقيم هنا في المملكة العربية السعودية أيضا. السلام الملكي للمملكة العربية السعودية. ألف مبروك لجميع الأبطال وألف مبروك لحلبة الريم الدولية والشكر الموصول للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على الدعم المتواصل والصورة التذكارية للأبطال.